نعمة فوق نعمة، تبرك بعد تبرك ومحطة ديرية إثر أخرى. تابع الوفد الأنطاكي رحلة الحج التي يقودها البطيرك يوحنا العاشر وغاص أكثر فأكثر في جغرافية الجبل المقدس الروحية وفي جماليات هذا المصعد الأرضي إلى العلا حيث الجمال الحقيقي. هذا الجمال الروحي الذي يربط الأرض بالسماء صلاة ومحبة متفانية من أجل حياة كل العالم زار صاحب الغبطة البطيرك يوحنا العاشر والوفد الأنطاكي المرافق له دير الفاتوبيدي الذي يحوي إضافة إلى الكاثوليكون الكبير على أكثر من 35 كنيسة ضمن أسواره هذه المحطة كانت متميزة على صعد عدة فالوصول إلى الدير كان على وقع زخات المطر الخفيف المتساقط من السماء ليلاقي جمال الطبيعه المتنوعه رونقا وصفاء وهدوءا وبهاءا، لهذا الدير رمزيه كبيره في جغرافيه الجبل الروحيه ومكانه خاصه في قلب والده الاله، ففيه سبع ايقونات عجائبيه لوالده الاله، اضافه الى زنارها العجيب، تتوالى خدم صلوات الشكر ولا تتشابه. ففي دير الفاتوبيذي كان هناك بهاء مميز من خلال حشد الرهبان الكبير مع الاباء ومشايخ الدير بحللهم الليتورجيه بهيه الالوان دخل الجميع على انغام التراتيل الملائكيه وقرع اجراس الدير تهليلا بالبطيارك ووفده المرافق على ارض ثرشتها اوراق الغار والغار لا يفترش الطرقات والساحات الا في اوقات الفرح الكبير فرح القيامة المجيدة. وصل الجميع إلى كاثوليكون الدير المفعم بعبق التاريخ وصلوات الآباء القديسين. فبدأت الخدمة على وقع تراتيل فخمة لجوق الدير لتصدح أصواته في النهاية بترنيم الدعاء لغبطة بطيرك أنطاكيا وسائر المشرق. بعد ذلك وبحضور مطران ميليتو السيد ابوستولوس ممثلا البطيرك المسكوني ومطران فيريا السيد بندلايمون واباء الدير ورهبانه. تكلم رئيس الدير الاب افرام منوها الى العلاقات المميزه التي تربط الجبل عامه وهذا الدير خاصه بكنيسه انطاكيه. وذكر ايضا بان الاب يوحنا يعود اليوم الى الجبل بطيركا على انطاكيه ليجد صديق دراسته مطران ليماسول السيد اثناسيوس في استقباله. واضاف رئيس الدير مشيرا إلى أنه في بداية سبعينيات القرن الماضي كان الأب يوسف من دار الفاتوبيذي قد عبر عن تمنيه بأن يرتقي الشماس يوحنا يوما ما عرش أنطاكية بعد صلاة الشكر تبرك الوفد الأنطاكي من زنار السيدة العذراء ومن جمجمة القديس يوحنا ذهبي الفم حيث لا زالت أذنه اليسرى كما هي من ثم شارك البطيرك والوفد المرافق له الآباء في مائدتهم الرهبانية في قاعة الطعام التي تواجه حسب التقليد الرهباني كنيسة الدير بعدها جال الوفد الأنطاكي في متحف الدير الكبير الذي يحوي كنوزا كنسية وافرة محفوظة بشكل تقني عال ومنها أناجيل ومخطوطات وأيقونات وأوان كنسية وألبسة لترجية في نهايه الزياره التقطت صوره تذكاريه جماعيه للبطريرك مع كل افراد هذه الاخويه